ممكن تكون حاجات في البنكرياس او لكن احنا هنتكلم على السمول انتستينال كوزز اوف مال ابزوربشن. تمام. طيب انا لما هاجي اتكلم عن الموضوع ده عامه مال ابزوربشن يعني النيوترينتس ما حصلهاش ابزوربشن مش هتديني الفايده بتاعتها. فبس اول دقيقتين كده بس عايزين نشوف كده لو حصل مال ابزوربشن لايه هيحصل ليه. حد كده يقول لي مثلا ايه الحاجه اللي ممكن يحصل لها مال ابزوربشن هيحصل منها ايه؟ يعني مثلا هبتدي مثلا لو احنا قلنا الليبيدز لو حصل لها مال ابزوربشن هيحصل ايه؟ دياتوريا يا دكتور. هايل. لو حصل ايه تاني؟ ممكن الفاتس هيحصل لوس للليبيد سوليبل فيتامينز. ماشي يبقى احنا بنتكلم في الليبيد سوليبل فيتامينز زي ال A وال K وال E وال D. D ممكن ايه لما تعمل ابزوربشن هيطلع لي ايه؟ ممكن تأثر ال I بالظبط. اوكي مايل بلايندنس بس وزيرو ستومي. الدي الدي ممكن تأفكت البون ممكن تأفكت الموسلز بون. اوكي طيب والكي الكي بيبقى تمام يبقى هيزيد الاي ان ار ماشي عايز اعمل لي بديل تمام غيره بقى حد غيرك بقى ايه تاني بقى احنا كده قلنا فات سوليبل فيتامينز وقلنا ليبيد ايه تاني لو المشكله في الجلوتين هتعمل سيلياك ديزيز لا دي حاجه تانية احنا كده انت دخلت في الكوز بتاع المال ابزوربشن انا بتكلم ايه الحاجه اللي لان احنا الكلينيكال بيكتشر اللي بقولها دي هتطبق على كل الامراض اللي احنا هنتكلم عليها فايه بقى ايه تاني ايه قلنا ليبيدز وقلنا ليبيد او فات سوليبل فيتامينز ايه تاني ممكن حاجه زي اللاكتوز انتوليرانس كده يعني ان هو بتاع الميلك والميلك برودكت ده كوز ادى الى المال ابزوربشن انا بتكلم حاجه المال ابزوربت زي ايه قلنا ليه بالتايب كاربوهيدرات احنا عندنا ال 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 اوزموتيك دايريه الكاربوهيدرات هيعمل لي ده مش هيعمل لي اوزموتيك دايريه الكاربوهيدرات لو واحد ما اكلش خالص الكاربوهيدرات احسن فيه احسن مع ايه لو ايه لو واحد ما اكلش كاربوهيدرات خالص هيحصل مع ايه؟ مرض مسوقة او كنشير كورونا اوكي هيحصل؟ ممكن ويت لوس ومسل ويستنج طيب لو واحد ما كانش بروتين خالص هيحصل ايه؟ هيحصل اشيكسيا تقريبا البروتين كشكسي خلاص دي كربوهيدرات كان يحصل بريك داون للبروتين اللي بتسمه ماشي ايه بقى يحصل ايه بقى اللي هي البروتين انرجي مونيتريشن لا هيحصل لما واحد هيحصل كوش يور كورف لو ما كانش بروتين هيحصل كوش هيحصل ايه كوش يور كورف كوش لا خلاص ده في الاطفال الصغننين احنا دلوقتي في الكبار بقى هيحصل انيميا لو ما اكلتش بروتين خالص هيحصل انيميا ايه الحاجه اللي لو القلب من نزل في الدم قوي بيحصل ايه هايبوتنشن طيب اسايتست اديما ابتدينا صح كده اديما جزء من الاسايتست اديما يبقى اللي احنا البروتين اديما طيب لو ايه تاني لو ايرن ما حصلوش ابزوربشن هيحصل ايه انيميا مش مايكروسيتيك انيميا طيب لو الفوليك اسيد والفيتامين بي 12 نيجالوبلاستيك انيميا لو كالسيوم هايبوكالسيوم ياثر على الهارت ماسل يعني خلاص تيتاني وهايبوكالسيوم تمام يبقى احنا كده ده الكلينيكال بيكتشر عشان انا مش هتكلم احنا هنتكلم في اربع خمس مواضيع النتيجه بتاعتهم هي دي كلينيكال بيكتشر اساسا
يبقى احنا بنتكلم كربوهيدرات muscle wasting و loss of weight بروتين إديمة الفاتس أو الليبيدز يبقى فيه استياتورية الفيتامين إي اي افكشن نايت بلايندنس زيرستوميا أو الفيتامين دي بون افكشن الفيتامين كي كواجوليشن الايرن ايرن ديفيشنسي أنيميا أو مايكروسيتيك أنيميا هايبركاليميك أنيميا الفيتامين بي 12 أو فوليك أسيد هيبقى ميجالوبلاستيك الكالسيوم هيبقى مسألة برضو البون والتيتاني والحاجات دي. يبقى هي دي فكرة المال أبزوربشن إن النيوترينز ما حصل لهاش أبزوربشن وحصل الكلينيكال بيكتشر دي. طب إيه بقى الكوزز ده إحنا اللي هنتكلم عليه في المحاضرة. أنا عرفت من المجموعة الأولى قبل كده إن إحنا كنا أخذنا سيليك ديزيز في الأطفال. طيب هنا فهنمشي فيها بسرعة واللي احنا مش هنكون فاهمينه تقولوا لي عليه. احنا مال ابزوربشن سيندروم ريفيرز تو ا نمبر اوف ديس اوردرز ان ويتش سمول انتستين كانوت ابزورب انف اوف سيرتن نيوتريينتس اند فلويدز. ديس اوردرز اوف سمول انتستين هنتكلم عليهم في المحاضره دي السيلياك ويبل بكتيريال اوفرجروث شورت باول سيندروم لاكتيز ديفيشنسي هنتكلم على كل ده. راديشن انتروباثي مش هنتكلم عليه لان الراديشن وبارازايت بارازيتيك انفستيشن برضو مش هتكلم عليه بس كل دي كوزز بتاعت سمول انتستينال السمول انتستينال اللي ادى الى المالابزورب. السيلياك ديزيز برضو انتوا عندكم فكره كويسه عنه خدتوه السنه دي ولا السنه اللي فاتت؟ السنه اللي فاتت. طيب تمام. كولد جلوتين انتيروباثي از ا بيرمننت دايتري ديس اوردر بيرمننت يعني بيرمننت هنا بمعنى ايه؟ يعني هو بيخف منه ولا بيخفش منه؟ مش بيخف منه. تمام بس لو ما كانش بروتين بس لو ما كانش بروتين كأن ما عندوش لكن هو الديس اوردر موجود وقت ما ياكل جلوتين هيبقى عنده مال ابزورب هيبقى عنده سيليك ديزيز. تمام؟ يعني مش هيبقى الا لو اكل جلوتين. It's a permanent dietary disorder caused by immunological response to gluten, a storage protein found in certain grains, e.g. wheat and barley, in genetically susceptible individuals that result in diffuse damage to the proximal small intestinal because there was malabsorption of nutrients. The oats appear to be safe for many patients, but commercial products may be contaminated with wheat or barley during processing. إذن لما أجي أتكلم هنا هو الأوتس اللي هي ايه؟ القمح. لا الشوفان. الشوفان ممنوع ولا مش ممنوع في الجلوتين انتروباثي؟ مش ممنوع لكن مشكلته ان الشوفان عادة بيبقى يعني في طريقة تجميعه وتحصيله بيخش معه شوية ويت او بيرلي أو بارلي فده ساعتها بيبقى إيه بيعمل لي المشكلة مع إن هو المفروض إن مفيش منه مشكلة. طيب بالمناسبة بقى هو الدورة مسموح ولا مش مسموح؟ مسموح. طيب هو الويت اللي هو القمح والبارلي اللي هو إيه؟ البارلي اللي هو الشعير تمام يبقى المسموح مش مسموح القمح مش شايل الذره احنا عندنا الكورن مسموح بس في نوع ذره تاني مش مسموح فايه المهم ان احنا عشان كده ايه ما جبتش سيرته خالص لكن الكورن الذره الكورن مسموح تمام. طيب كلمه الباثوفيسيولوجي احنا عايزين نعرفها مش يعني مش لازم بدقه قوي لكن عايزين نفهمها هي الفكره ان انا عندي epithelial cells بت في الانتستين بتقوم ايه واخده دي موجوده في ديفيدسون الرسمه بتاعتها بتاخد الجلوتين تحت الepithelial cells في التيشو ترانس جلوتامينيز بتعمل دي اميديشن للجلوتين بتدي للانتيجين بريزنتنج سيل اللي بتيجي CD4
تقوم عاملة immunological response وتطلع inflammatory markers وتخلي الليمفوسايتس تيجي وتعمل المشكلة بتاعتها. تاني الإبيثيليوم تحتيه في العيانين بقى اللي هم عندهم جلوتين انتروباثي التيشو ترانس جلوتامينيز بتعمل له دي أميديشن، بتدي الحاجة دي بتيجي الانتيجين بريزنتينج سيل في الناس اللي عندهم HLA-DQ2 بتعمل immunological response inflammatory immunological response باختصار يعني بدون دخول ايه في تفصيلات. ليه لو عندكم ديفيدسون هتلاقوها موجودة رسمة كويسة جدا. الاتيولوجي هو السيلياك ديزيز ده حاجة تورث ولا لا؟ في جينيتك فاكتور، هي ليها جينيتك فاكتور بس هي مش بتورث يعني مش بالضرورة. بالضبط يعني هي موجودة يعني جينيتيكالي في الأسرة مثلا زي ما احنا شايفين 10-15%. وفي يعني مثلا لما دي سؤال اصلا بيجي ايه بيجي واحد او حد من اللي عنده سيليك ديزيز يقول لك انا ابني عنده هيجيله ولا مش هيجيله، هو هيجيله بنسبه 10-15%، بس مش عشان مثلا اوتوسومال دومينانت ولا اوتوسومال ريسيسيف ولا اكس لينكد، وهو مش دعوه بالقصه دي، هي جينيتيكالي وجدوا ان بيكون في 10-15% من ايه من الاسره عندهم ممكن يجيله. وفي انفيرومنتال فاكتورز بتعمل تريجرينج للموضوع. فأنا عندي there is an increased instance of celiac disease within families but the exact mode of inheritance is unknown. 10-15% of first degree relatives will have the condition although it may be asymptomatic. The concordance rate in identical twins is about 70%. يعني لو اتنين في twins بيكون 70% ده عنده الاتنين عنده. Over 90% of patients will have HLA-DQ2 compared with 20-30% of the general population. يبقى أنا عندي الناس اللي جالهم سيلياك هتلاقي منهم 90% عنده ال HLA-DQ2، لو ما عندهمش بقى 20-30% من الجنرال بوبليشن هتلاقي عندهم، يعني نسبة كبيرة على فكرة، يعني 20-30% كتير مش قليل، في ناس كتير عندهم واحنا مش عارفين. بتكون خفيفة بقى ما بيكونش كتير قمح أو بس النتيجة ان هو بيكون عنده. Environmental factors, breastfeeding and the age of introduction of gluten into the diet are significant. يعني هو في حد دخل القمح بدري جدا وهو طفل صغير. وساعات الروتافيروس infection is in infancy also increases the risk. يعني ساعات الريسك بيزيد مع الانفكشن مع الروتافيروس. طيب ايه clinical findings؟ احنا it has a bimodal occurrence the first 8-12 months زي ما احنا خدنا في الاطفال. والسكند بتبتدي تكتشف في 3-4 decades. Symptoms are present for more than 10 years in most adults before the correct diagnosis is established. والايه symptoms gastrointestinal symptoms طبعا and signs of celiac disease depend on the length of small intestine involvement and patient's age when the disease presents. Classic symptoms اللي بتحصل في الاطفال صغيرين دايريا حاجات اشد كتير طبعا من الناس بتحصل في الناس في الكبار، دايريا ستيتريا ويتلوس. احنا كبار صعب يحصل ويتلوس يعني ممكن يعني احنا اتفقنا العدم في كربوهيدرات مش هيحصل من ابزوربشن ممكن بس نادر قوي يعني. ابدومينال ديستنشن ممكن يحصل في الكبار، ويكنس ممكن يحصل لكن ماسل ويستنج صعب، اور جروث ريتارديشن استحاله. More commonly present in infants younger than 2 years. In older children and adults are less likely to manifest serious malabsorption signs. In adults, females are twice affected as males. They may report chronic diarrhea, dyspepsia, or flatulence due to chronic bacterial digestion of malabsorbed nutrients and weight loss if severe. احنا عادة بتلاقي معظم الشعب المصري بيشتكي ببطنه بتوجعه وانتفاخ وحاجات بقى كتير ودايما يتقال عليها قولون عصبي. طيب احنا لو عندي يعني عملت التحليل احنا هنتكلم عليه، انا عندي كلاسيك سيمتومز دي الاريتابل باول معظم الناس عندها،
بيتقال عليها هيبوتجلوبا. طب اما نعمل التحليل اللي هو انتي تي تي جي ونشوف ما ممكن يطلع سيلياك، لانه بيقول لك 20-30% نسبه كبيره، وبالتالي لو طلع موجب فبتدي احنا نظبط له الاكل ويبتدي المريض ايه يحس التحسن بدل ما طول عمره عايش. طب الكلام اللي بقوله لكم ده هتلاقيه حواليكم كلكم، يعني ابهاتكم وامهاتكم واخواتكم وانتوا، هتلاقي كتير جدا اول ما ياكل اي حاجه يحصل له انتفاخ. فعشان كده الموضوع ده يعني مهم ان احنا نحطه في بالنا. Many adults have present with extra intestinal atypical manifestations. وحط الحاجات اللي احنا اتكلمنا عليها في الاول، فاتيج، ديبريشن، بالور، بومبين، شورت ستيتشر دي لو كان عنده من صغره، ليت بيبرتي لو عنده من صغره، امينوريا برضو لو من بدري، ريديوست فيرتيليتي اند ماوث اسرز. Approximately 40% of patients with positive serological tests consistent with disease have no symptoms of disease. وما اعرفش ساعتها كان اصلا اتعمل ايه، لكن النتيجه ان 40% من الناس من العيانين بالسيتا ديزيز هتلاقي السيرولوجيكال تيست نيجاتيف وما كانش عندهم سيمتومز، بتشرف كده بالصدفه يعني. قبل الاكزامينشن في حاجه عايزين تسال عليها؟ ما حضرتك يا دكتور؟ حسسوني بس ان في حد معايا كده بس. لا موجودين يا دكتور. مع حضرتك. تمام. Physical examination may be normal in mild cases or may reveal signs of malabsorption such as loss of muscle mass زي ما اتفقنا كان حاجه من بدري او حاجه مستمره كتير قوي or subcutaneous fat. هل هو due to anemia, is it closing due to vitamin K deficiency, hyperkeratosis due to vitamin E deficiency, bone pain due to osteomalacia or neurological signs, ataxia or peripheral neuropathy due to vitamin B12 or vitamin E deficiency. حاجة دي كانت كلها احنا ايه قلناها في الاول. Abdominal examination may reveal distension with hyperactive bowel sounds, rarely tetany osteomalacia or gross malnutrition with peripheral edema. كل الحاجات دي احنا قلناها. لما طلعت سيربيتيفورم ده الشكل بتاعها ده الدرماتيتس بروتيفورم كيتينيس ديزيز موجود. اذا كان موجود يبقى اكيد العيان عنده سيليك ديزيز، لكن ديزيز عنده درماتيتس بروتيفورم يعني سيليك ديزيز 10% بس عندهم درماتيتس بروتيفورم، لكن درماتيتس بروتيفورم بالاسم ده بالشكل ده موجود في اي، لو كان موجود يبقى العيان ده عنده سيليك. ايه it is regarded as a cutaneous variant of celiac disease consistently pruritic papillovesicles over the extensor surfaces of the extremities and over trunk scalp neck. يعني هي بتهرش بهرشه جدا papillovesicles تهرش جدا. Dermatitis herpetiform occurs less than 10% of patients with celiac disease. However, almost all patients who present with dermatitis herpetiform have incidence of celiac disease on intestinal mucosal biopsy. Though it may not be clinically evident. يعني أنا عندي درماتيتس بروتيفورم، عندي ريش papillovesicular with severely pruritic وشكيت إن درماتيتس بروتيفورم، قمت عملت العيان ما عندوش أي سيمتومز، قمت أنا أعمل له بايوبسي هلاقي عنده نتيجة إن لازم درماتيتس بروتيفورم لو كان ده التشخيص بتاع العيان يبقى لازم يكون عنده سيلياك ديزيز. وبالتالي علاجه يعني اساسا ان العيان برضو ما ياكلش يعني ياخد جلوتين فري دايت. Some patients require additional treatments لكن الاساس ان هو جلوتين فري دايت. How to diagnose celiac disease؟ اول حاجه مشكلته ان احنا consider the diagnosis، يعني انت لو حطيت celiac disease في دماغك الاول هتعرف تشخصه. فدي اهم حاجه في التشخيص انك تحط to consider the diagnosis. ما تقولش ان العيان عنده inflammatory او irritable sorry irritable bowel خلاص، لا consider the diagnosis. Laboratory findings الروتين هتلاقي اللي احنا قلناهم في الاول الحاجات الاولانيه
depending اللي هي الايرن ولا depending on the severity of illness and the extent of intestinal involvement, non-specific laboratory abnormalities may be present that may raise the suspicion of malabsorption and celiac disease. زي microcytic anemia لو في iron deficiency anemia, megaloblastic anemia لو فوليت او vitamin B12. هنا بس في حاجة كنت عايز ألفت انتباهكم فيها. لو أنا عندي malabsorption هيجي له microcytic ولا megaloblastic؟ ممكن يجي له الاثنين. هو عنده iron وعنده megaloblastic. The blood film may show microcytes وmacrocytes. وهنا بقى بتلاقي ساعتها الـ MCV ممكن يكون normal. مش احنا عارفين الميكروسيتك والماكروسيتك عن طريق MCV؟ تمام يا دكتور. فده ممكن تلاقيه normal وتلاقي في البلد فيلم حبة microcytes وحبة microcytes. لان هو مال absorption اشمعنى هيختار الايرن مثلا ويسيب الفوليت او فيتامين بي 12 او العكس. فهو ممكن يلاقي الاثنين. Low serum calcium or elevated alkaline phosphatase, elevation of prothrombin, decreased vitamin A, vitamin D, low serum albumin, zinc or vitamin B6, وما لقينا في 40% من celiac disease في mild elevation في الA amino transferases, الـ ALT أو الـ AST. طيب المهم بقى هنا هو السيرولوجيكال تيستس. أنا دلوقتي عندي واحد عنده abdominal distension وعنده وحاجات للمال ابزوربشن, ففكرت في السيليك ديزيز فعمل له السيرولوجيكال تيست اللي هو ايه اي جي اي تيشو ترانس جلوتامينيز انتي بودي. كنا زمان انتي اندوميزيال وانتي جلايدين, دلوقتي من يعني من فتره برضو مش قليله نعمل اي جي اي تيشو ترانس جلوتامينيز انتي بودي, ودي 98% سنسيتيف و98% سبيسيفيك فور ذا دايجنوز اوف سيليك ديزيز. بالمناسبة يعني إيه sensitive يعني إيه specific؟ sensitive يعني good positive, specific يعني good negative. طب بغض النظر عن الترم good positive good negative يعني إيه sensitive؟ يعني إيه؟ sensitive يعني مثلا لو قلنا إنه في 100 patients عملنا لهم مثلا التست ده, فلو 98 منهم عندهم يعني هو ممكن يجيب لو هم عندهم الديزيز هو هيجيب 98 منهم عندهم الديزيز بوزيتيف, واثنين ممكن يقوم ان هو ان هم نيجاتيف. لو مثلا نفس المية دول ما عندهمش الديزيز هيجيب منهم برضو 98 ما عندهمش الديزيز هيجيب 98 نيجاتيف وهيبقوا صح نيجاتيف, واثنين منهم ممكن يجيب فولس بوزيتيف اي جس يعني انا فاهمه. يعني لو احنا جبناها من ناحيه اللغه الانجليزيه سنسيتيف حساس هيعرف يطلع زي ما انت قلتي بنسبه 98% العين البوزيتيف. هل سبيسيفيك بقى هنا بس الاختلاف شويه, ان سبيسيفيك يعني انا لو طلع بوزيتيف فده معناها انه سيلياك مش هيختلف مع حاجه تانية. سبيسيفيك للسيلياك سبيسيفيك للسيلياك. يعني مثلا لما نيجي ايه نشوف مثلا روماتويد فاكتور هتلاقيه 100% في حالات كذا و 98% في حالات كذا و 60% في حاجات كذا. سبيسيفيك يعني سبيسيفيكلي للمرض ده. لما اجي اقول الدرماتايتس بيتي فور 100% سبيسيفيك للمرض ده, فالاي جي اي تيشو ترانس جلوتامينيز سبيسيفيك للمرض ده بنسبه 98%. دي الايه يعني الاثنين دول مهمين جدا يعني. طيب انتي جلايدين انتي بودز ار نوت ريكومندد بيكوز اوف ذير لوور سنسيتيفيتي اند سبيسيفيسيتي. يعني انا لما اجي اعمل انتي جلايدين وطلع بوزيتيف مش شرط العيان يكون سيليك عشان سبيسيفيسيتي قليله, ولو هو نيجاتيف مش شرط يكون عيان مش سيليك عشان هو مش سنسيتيف قوي. تمام. اي جي اي انتي انتوميزيال انتي بودز ار نو لونجر ريكومندد اي جي اي ليفل. انا بقى دلوقتي لقيت الاي جي اي تيشو ترانس جلوتامينيز نيجاتيف, هعمل اي جي اي ليفل. لو انا عندي العيان انا شاكك جدا
يبقى IgA level should be obtained in patients with negative IgA tissue transglutaminase هقولها ATTG بقى when celiac disease is strongly suspected because IgA deficiency is more common than in general population. يبقى أنا دلوقتي عيان عنده symptoms بتاعت celiac نحن قلنا أنها ممكن تكون irritable bowel مثلا وبعدين الراجل ده انا لما منعت عنده بروتين عملت له سيرولوجيكال تيست للتي تي جي لقيته نيجاتيف ولما منعت عنه بروتين لقيته بيتحسن لا انا شاكك قوي اما اعمل اي جي اي ليفل يبقى ايه لو سترونجلي سسبكتد بعمل اي جي اي ليفل فلو كان عيان في سيرولوجي تي جي كان نيجاتيف طيب لو انا بقى لقيته بوزيتيف ان بيشنتس وذ اي جي اي ديفيشنسي يعني بوزيتيف اي جي اي ديفيشنسي Tests that measure IgG TTG antibody or deamidated gliadin peptides have excellent sensitivity and specificity. يبقى أنا الأول بعمل IgA TTG. كان نيجاتيف وشاكك قوي بعمل IgA level. لقيته قليل أو داخل على IgG anti TTG أو anti gliadin deamidated gliadin peptides. Levels in B levels of all antibodies. هنا بقى أنا أديت العيان خلاص حسيت إنه عرفت إنه هو سيلياك وديته مخدش يعني مخدش مع جليادين وابتدى يتحسن بعد 24 شهر أتابع بالتحاليل. يبقى levels of all antibodies become undetectable after 3 to 24 months of dietary gluten withdrawal and may be used to monitor dietary compliance because the biopsy دي بقى أنا دخلت أنا العيان endoscopic small bowel biopsy in patients with positive serological test for celiac disease is gold standard أنا بقى عشان أكد ال diagnosis بعمل endoscopy وباخد biopsy من small bowel the histological features are usually characteristic بس في حاجة اللي هي villus atrophy هنقولها دلوقتي لكن في حاجات بتبقى ليها ديفرنشال دايجنوزز معاها يعني فيلس في حاجات يعني دي بيكون فيها البايوبسي بيكون فيها السهم بتاعي باين على ما لا دكتور مفيش حاجه باينه يعني دلوقتي وانا بحرك كده الماوس مش باين هو ممكن يبقى فيه لاج بس شويه يعني الصوره برضو لسه مقلوبه دلوقتي اي لو لقيت الماوس بتحرك قول لي تمام ولو انها تم بتتاخر يبقى اكيد اللي انا هتكلم عليه مش هقولها بس طيب الصوره اللي على الشمال شايفين الحاجات اللي عامله زي الصوابع دي دي الفيلاي مش موجوده على الصوره اللي على اليمين دي الفيلس اتروفي باخر بقى تحت الصوره الشمال لا خليك في الصوره اليمين الحاجات اللي في تحت دي الكبيره دي مش موجودة في الشمال دي الكريبت هايبربليزيا والنقط الزرقاء هي دي الانفلاماتوري انفلتريشن بتاعت حاجات هو فين البلانتينج اوف فيلاي يا دكتور انت على الشمال شايف صوابع على الشمال على اليمين تمام مفيش صوابع مقطوشه كلها الفيلس ايه اتروفي كريبت هايبربليزيا اللي هي بقى تحت الشكل اللي هي الايه على اليمين في كده زي صوابع بس باين دلوقتي يا دكتور لو حضرتك صورت على لا خلاص انا بطلت البتاع دي من دقيقتين مش شايف خلاص هي كده بقول لك الفيلس اتروفي اللي هي الصوابع اللي على الشمال مش موجوده على اليمين الكريبت هايبربليزيا الحتت اللي تحت السلايد على اليمين موجوده وعلى الشمال صغننه قوي ده وانا صغننه خالص على الشمال والحتت الزرقاء دي كلها دي الانفلاماتوري انفلتريشن على اليمين تلاقيها زرقاء على الشمال تلاقيها حمراء مفيش انفلاميشن تمام طيب يبقى الميكوز البايوبسي الفيلس اتروفي بيكون موجود في حاجات ثانيه غير السيليا زي الويبرز ديزيز هنتكلم عليه هايبوغاما جلوبيولينيميا مون انتستاينال تي سيل لينفوما
تروبيكال سبرو وسام دراجز. يبقى في عندي ديفرنشال للفيلا ساتورن. Sometimes the villi appear normal but there are excess numbers of intraepithelial lymphocytes. يعني ممكن تلاقي الفيلاي موجودة لكن الدنيا كلها زرقة عشان فيه lymphocytes كتير. طيب patients must be consuming gluten at the time of endoscopy for the test to be diagnostic. يعني أنا ما جيش عيان شكيت ان هو جلوتين انتيروباثي او سيليك وجيت قلت له ما تاخدش جلوتين وسبته 3 4 اشهر بعد كده ابتدى يتحسن قوي تجي اعمله منظار هيكون هو ابتدى يتحسن مش لازم المنظار. يبقى انا patients must be consuming gluten at the time of endoscopy for the test to be diagnosed. Mucosal biopsy should also be done in patients with negative serology when symptoms and laboratory studies are strongly suggestive of celiac disease. يعني انا دلوقتي عيان عنده symptoms بتاعت gluten enteropathy وعملنا تحاليل اللي هي بقى لقينا malabsorption and deficiency و الكالسيوم واطي والايون ار عالي عنده مال ابزوربشن بس عملت له الاي جي التي تي جي اي جي تي تي جي نيجاتيف الاي جي يبقى او عامل يعني نيجاتيف سيرولوجي ممكن اخش بالمنظار واعمل ميكوزا بيوبسي. ات اندوسكوبي اتروفي اوف ذا ديوجينال فولدز مي بي اوبزيرفد هيستولوجي ريفيلز. دي الحاجات اللي احنا قلناها بكده histology reveals abnormalities ranging from intraepithelial lymphocyte doses alone to extensive infiltration of the lamina propria with lymphocytes and plasma cells with hypertrophy of intestinal crypts and planting of intestinal villi. دي حاجات احنا نعملها. An adequate normal biopsy excludes the diagnosis. أي العيان عنده symptoms عملت له endoscopy وقت ما هو كان بياكل عادي لقيت ما فيش مشكلة في البيوبسي دي يعني adequate normal دي أكيد adequate normal biopsy هنا هستبعد يعني إن يكون عنده شيء partial or complete diversion of this abnormalities occurs within 3 to 24 months after a patient is placed on routine free diet. Other investigations بقى دي والدكس سكان عشان نشوف لو في osteoporosis osteomalacia أو حاجة والتريتمنت اكيد يعني هيكون ان انا ريموفال اوف البروتين ودايتري سبلمنتيشن وندخله في جروبات عشان يكونوا عارفين ياكلوا ايه وما ياكلوش ايه. يبقى ريموفال اوف البروتين فروم ذا دايت از اسينشال تو ثيرابي. سيفرال اكسلنت دايتري جايدز اند بيشنت سبورت جروبس ار افيلابل. موست بيشنتس وذ سيلياك ديزيز اولسو هاف لاكتوز انتولرانس ايذر تمبورالي اور بيرمننتلي اند شود افويد دايري products until the intestinal symptoms have improved on gluten-free diet. يعني العيان اللي هو بتاع سيلياك في منهم جزء كبير يكون معهم association مع اللاكتوز انتوليرانس فبالتالي نمنعه برضو من المنتجات الألبان لغاية ما يتحسن خالص عشان أتأكد ان هو يعني بجيش بقى انا نمنعه من البروتين ياخد هو الدايري products وراجل مش راضي يتحسن يبقى انا كده فشلت. لا أنا بخليه يمنع برضو لبن منتجات الألبان عشان ساعات ناس كتير بيكون عندهم لاكتيز أسوشيشن داتري سبلمنتيشن بتاع حاجات تانية. في patients with confirmed osteoporosis required long term calcium vitamin D by phosphonate therapy improvement of CN symptoms. أنا في مشكلة improvement in symptoms should be evident within a few weeks on the gluten free diet. The most common reason for treatment failure is free removal of gluten. Intentional or unintentional challenge with gluten may trigger acute severe diarrhea with dehydration and electrolyte imbalance and may require total parenteral nutrition and intravenous or oral corticosteroids for two or more weeks as a gluten-free diet is re-initiated. هنا المشكلة إيه؟ إن العيانين بتوع السيلياك ساعات بعد ما يبتدي يتحسن بعد اسبوعين ثلاثة اربعة خمسة المفروض يعني في الفترة دي يعني بقاله كذا اسبوع بثلاث اشهر مثلا ابتدى يتحسن هو المفروض بقى يكمل على الجلوتين فري يزهق لك كلمات كويس فيقوم ايه لو يبتدي ياكل عيش او قمح حاجات فيها قمح او كده فدي بقى مشكلة
بتعمل له السيمتومز ترجع شديده، ممكن ترجع شديده زي ما احنا شايفين، ممكن تريجر اكيوت سيفير دايريا وديهايدريشن لدرجه ديهايدريشن وبالتالي الكترايت امبالانس. وده ممكن يتحط على التوتال بلاتلت نيوتريشن فتره وممكن يضطر لديه كورتيكوستيرويد. هي المشكله عندي كمان بيحصل ريفراكتوري، يعني ايه ممكن يبتدي يعني اخذ ما بروتين فري دايت فتره بعد كده ابتدى يتحسن فزهق ابتدى ياكل ابتدى يجي له دايريه تاني قعد فتره تاني من غير بروتين اتحسن ابتدى ياكل لا يتبقى كده لغايه ما يحصل له ريفراكتوري خلاص يبقى ساعتها الموضوع بعد بيبقى صعب جدا ممكن يوصل في مره من المرات لسيفير دايريه بمشاكل العيانين بقى بتوع سيليك ساعات بيحصل لهم حاجه اسمها سبريك اتروفي حاجه اسمها فانكشنال هايبوسبلينيزم. فانكشنال هايبوسبلينيزم يعني السبلين ما يشتغلش هو لا هو تشال ولا صغر ولا اي حاجه بس ما يشتغلش فهو فانكشن بتاعه بيقل وبالتالي لازم اديله فاكسينيشن لموكوكا الفاكسينيشن مره كل 5 سنين. العيان بتاع ملهاش سبب ايه؟ لا ملهاش سبب هم وجدوا هذا اسوشيشن في فانكشنال هايبوسبلينيزم. السبلين ليه يعني بيشيل الكابسوليتد اورجانيزمز زي النيموكوكل زي المننجوكوكل فلما بيتشال او بيحصل له اتروفي او هايبوسبلينيزم او يعني بيبقى ساعتها انا محتاج اديله الفاكسين بديله النيموكوكل فاكسين فده احد العلاجات اللي موجوده عشان اللي بنديه ايه الناس دي ممكن يديها كل 5 سنين النيموكوكل فاكسين. دكتور لا سمحت دكتور معلش هو يعني ايه تي بي ان؟ توتال بارنترال نيوتريشن. توتال بارنترال يعني ايه بارنترال؟ توتال بارنترال يعني الحقن مثلا البرور ليه؟ يعني مش ما ياكلش من بقه جوه بالحقن بالظبط كده يبقى total parenteral nutrition total parenteral nutrition كتبت قدامكم كده يعني كده انا العيان مش عارف اديله حاجه عن طريق بقه فبديله كل الاكل بتاعه عن طريق وريد فبعلق له ليبيدز بعلق له جلوكوز بعلق له حاجه فيها بروتين زي الالبومين يعني وبعلق له بحطه مع الجلوكوز بديله الحاجات الحديد وبديله كل حاجه يبقى انا بدي العيان قال مثلا عيان زي مثلا عيان في الاي سي يو مثلا ولوس اوف كونشسنس هتدي اكل ازاي بنديله توتال بنترال نيوتريشن تمام prognosis and complications if appropriately diagnosed and treated patients with celiac disease have an excellent prognosis long term problems زي الاوستيوبروسيس ممكن تحصل حتى لو العيان ما خدش يعني اخد جلوتين فري دايت ممكن تحصل بس على المدى البعيد قوي يعني celiac disease may be associated with other autoimmune disorders زي اديسون ديزيز زي جريفز ديزيز تايب 1 دايابيتس مايسينيا جريفز سكليروديرما جوجرن اتروفيك جاستريتس اند بانكرياتيك انسفيشنسي يعني سيليك ديزيز لما يكون موجود في ناس كتير فعلا منهم بيكون عندهم مشاكل في اذر اوتومين ديزيزز يعني جريفز ديزيز من الحاجات اللي شفتها كتير يعني والاديسون in some patients celiac disease may evolve and become refractory to gluten-free diet. The most common cause is intentional or unintentional dietary non-compliance, which may be suggested by positive serological tests. زي ما قلت قبل كده ساعات العين بعد ما بيزهق يقول ايه ياكل فيجي له الاعراض فيبطل اكل فيروح الاعراض فيبتدي ياكل وهكذا شويه ويحصل له refractory بقى يبقى هو بقى ساعتها بطل اكل gluten-free ما بطلش اكل بروتين فري عنده المشكله دي ودي ساعات بتبقى ان انتشنال يعني العيان ما يكونش قاصد زي ما اتفقنا مثلا حته الشوفان
هو مش عارف انه بيجيب له، هو عارف ان الشوفان ما بيجيبش، ما بياكل شوفان، هيطلع هو كان كونتامينيتد بيه الجلوتين، هيجيله السيمتومز هو مش عارف، او ياكل حاجات مش عارف ان هي ما بتعمل له مشكله. هنا بتبقى عن انتشنال يعني. هنا بقى ممكن تعمله تبقى خليه ريفركت. If you push a few patients do not improve on strict diet as they may have concomitant problems such as inflammatory bowel, small bowel bacterial overgrowth, or lactase deficiency. يعني احنا قلنا في lactase deficiency بيكون عندهم celiac ومعهم lactase deficiency، فالراجل بياكل في بروتين في دايت ومش بيتحسن عشان عنده lactase deficiency وبياخد dairy products، او عنده bacterial overgrowth هنتكلم عليه بعد شويه، او اصلا عنده inflammatory bowel disease وبالتالي هو عنده مشكلتين. celiac disease that is truly refractory to gluten withdrawal occurs less than 5%. And generally carries a poor prognosis. اللي هو بقى الريفراكتوري اللي هو اصلا ابتدى يعني ما بياكلش جلوتين حقيقي ومش بيتحسن اقل من 5%، يعني عاده هو اكسلنت بروجنوز زي ما احنا قلنا. اقل من 5% ممكن يبقى ما يتحسنش. This diagnosis should be considered in patients previously responsive to that gluten-free diet in whom new weight loss, abdominal pain, and malabsorption develop. ساعات بنفكر فيها لما يكون عيان ابتدى في أول ما بطل أكل الجلوتين ابتدى يتحسن، وبعد ما تحسن ابتدى وهو لسه على gluten-free diet وما غيرش أي حاجة خالص ابتدى يجيله بقى weight loss وabdominal pain والmalabsorption، هنا ممكن يبقى refractory برضه. في حاجتين a two-fold increased risk of malignancy عند السيليك ديزيز، قلنا ممكن يكون معاه autoimmune diseases، ممكن يكون معاه بيحصل مع الناس دي two-fold increased risk of malignancy particularly انواع زي نوع بالذات مشهور قوي enteropathy associated T-cell lymphoma او small bowel carcinoma او squamous carcinoma of the esophagus. Malignancy seems to be unrelated to the duration of disease but the instance is reduced by a gluten-free diet. يعني الانستنس بتاع المالينسي بيقل لما اخد gluten-free diet. If your patients develop ulcerative jejunitis, inflammation, ulceration, jejunum, this may present with fever, pain, obstruction or perforation. Diagnosis can be made by barium studies or MRI or enteroscopy but laboratory and full thickness biopsy may be required. ده علاجه هيكون steroids أو immunosuppressive agents زي الازاثابرين. يبقى أنا كده العيان بتاع السيلياك ممكن يكون associated مع autoimmune diseases، ممكن يؤدي إلى حدوث malignancy، وممكن يؤدي وحدوث inflammation وulceration في الجوجينم، جوجينيتس باستبعية فيفر وبين، وممكن توصل obstruction وperforation، وعشان كده بعمل له barium studies، وبعد كده وممكن اعمل له enteroscopy واخد biopsy، وعلاج الجوجينيتس دي بيكون طبعا steroids او immunosuppressive agents. دكتور هو ريفراكتوري 5%؟ لا ريفراكتوري مش 5%، 5% ده الترولي ريفراكتوري اللي هو ما عملش مشكله، يعني هو ما كانش انتندد، يعني هو ما كلش جلوتين كذا مره قلب ريفراكتوري. لا ده ريفراكتوري وهو ما بياكلش جلوتين، يعني ريفراكتوري من غير سبب. تمام. 5 اقل من 5%. ده اقل من 5%، لكن الثاني اللي هو كل شويه ياكل ويبطل ياكل ويبطل ياكل ويبطل، ده ممكن تبقى لا نسبه اكبر من كده بس مش كده مش كاتبينها يعني. تمام شكرا. دكتور هو اللي بيجي له ulcerative jejunitis هو بيكون عامل حاجه غلط ولا هو حظه كده؟ لا حظه كده. غير المالينسي، المالينسي بيقل لما ما ياكلش، لما ما يدخلش نفسه في الاكل كتير، المالينسي بيبقى فيه يعني ليه اسوشيشن مع ان العيان ياكل بزياده. يخش كل شويه جلوتين. لكن العيان بتاع الجينات عاده بيبقى حظه كده. بس اقول لك حاجه، يعني هي
هي دي مش مكتوبه صراحه زي ما مكتوبه في المالجنسي، بس هي يعني لو فكرنا يعني لو عيان احنا بنتكلم ان 3 شهور ممكن يبتدي التاثير بتاع من 3 ل 24 شهر، احنا قلنا بعد ما يكونش بروتين ممكن يبتدي يتحسن. فانا بالنسبه لي لو عيان بالعقل يعني لان عيان بتاع سيلياك ما اكلش وبقى كويس بعد 3 شهور ده هيحصل له جوجينايتس، يعني اعتقد برضو لا، يعني هي مش يعني هي مش مكتوبه زي بتاعه المينجنسي، بس اكيد يعني لو اتحسن وبقى اعراض سيمتوماتيك سيمكم فري اعتقد هتقل يعني. تمام شكرا. طب دكتور عندي سؤال معلش. هو لو انا عملت لحد الانتي بودز وطلع سيرو بوزيتيف، هو انا لازم برضو اخد بايوبسي ولا انا كده بشخصه خلاص سيلياك وبمشي على جلوتين فري دايت ومش لازم العينه؟ لا مش لازم، يعني انا دلوقتي جيت عيان قمت عامل له او عنده الاعراض وعملت له السيرولوجي وطلع بوزيتيف ومشيته على جلوتين فري دايت وطلع خلاص اتحسن، خلاص مش عامل الاندوسكوب. يعني انا مينلي باخد البيوبسي في الحالات اللي هي السوسبيشس، اللي انا ما بقاش لسه بقاش ماسكه حاجه تقولي ان هو اكيد عنده سيلياك، صح؟ بالظبط. بس انا رايي الاندوسكوبيك سمول باول بيوبسي بيشنز وذ بوزيتيف سيرولوجيكال تيست فور سيلياك ديزيز از ذا جولد ستاندرد. انا عشان احلف ان الراجل ده بقى سيلياك بعمل البيوبسي؟ لا، هو في الحياه العمليه مش هنعملها وخلاص، انا عندي السيرولوجي وعندي سيمتومز وخلاص، لكن انا عشان احلف ان الراجل ده سيلياك انا بعمل الاندوسكوبي، لان ده التانيه خلي بالك بياخد فري دايت طول عمره يعني. ده الجولد ستاندرد، يعني لما تقول جولد ستاندرد فور سيلياك ديزيز هو الاندوسكوبي بيوبسي. لان انا لما عملت يعني مثلا انا قلت لك مثلا ان احنا العيان هنمنعه من الدايركت برودكتس كمان، طب افرض هو كان عنده لاكتوز ديفيشنسي فقط، طيب هيطلع السيرولوجي بتاعه يعني هو بقول لك سنسيتيف استروجي سنسيتيف 98% يعني وسبيسيف 98%، عشان كده بقول لك في الحاله العمليه احنا مش بنعمله، لكن عشان تقول ان ده تحليف ان ده تشخيصه تحليفي بقى هو الجولد ستاندرد هو الاندوسكوبي، فممكن نعمله بس في الحاله العمليه مش بنعمله طبعا، مش اي واحد بنعمله يعني الموضوع مش سهل يعني. تمام ماشي، ميرسي يا دكتور. ها في اي حاجه في السلايد الثاني؟ يا دكتور كان عندي سؤال في السيرولوجي برضو. هو لو احنا عملنا الاي جي اي تي تي جي انتي بودي وطلع نيجاتيف، ساعتها قلنا هنعمل الاي جي اي ليفل مش كده؟ لو طلع الاي جي اي ليفل بتاعه اصلا عالي ساعتها هعمل بعديها هعمل بعديها الاي جي جي ولا لا؟ ولا كده هعتبر ان هو نيجاتيف؟ لا الاي جي يعني انت قصدك ان هو نيجاتيف تيست فور اي جي اي ليفل، يعني انا في الاول عملت الاي جي اي تي تي جي وطلع نيجاتيف فقلنا هنعمل اي جي اي ليفل، انا لو لقيت الاي جي اي ليفل عنده اصلا عالي ساعتها انا هقول ان ده مش سيلياك؟ لا مش هقول، هعمل اندوسكوبي بس مش هعمل باقي السيرولوجي. لا مش هعمل باقي السيرولوجي. اوكي تمام. غيره طيب الموضوع نيجي للتاني اللي هو بس قبل ما ننقل بالنسبه للسيرولوجي، يعني انا ببتدي دايما بالاي جي اول سيرولوجي بعملها هو الاي جي تي تي جي. ايوه اي جي اي اي جي اي تي تي جي. بعدين ده لو طلع نيجاتيف بتاكد ازاي؟ اي جي اي ليفل مش اي جي اي تي تي جي، اي جي اي ليفل ميونوجلوبين اي في ليفل. تمام. بعد الاي جي اي ليفل لو طلع نيجاتيف؟ لو طلع نيجاتيف اخش على الاندوسكوبي لو انا شاكك قوي. تمام. بس هي الفكره بقى يعني انا هخش على الاندوسكوبي عشان انا شاكك قوي ولا عشان ايه؟ يعني انا امتى اخش على الاندوسكوبي؟ طب لا انا قصدي ان انا حتى بعد ما اعمل الاي جي اي ليفل لو طلع نيجاتيف اللي هو النورمال الاي جي اي ليفل نورمال ليه ما اعملش الاي جي جي تي تي جي؟ لا لا مش عارف ايش ما تيجي سؤال لزميلتك. هنا زي ما انتم شايفين في النقطه الثانيه بيكوز البيوبسي شود اولسو بي دان ان بيشنتس وذ نيجاتيف سيرولوجيز وين سيمبتومز اند لابوراتوري ستاديز ار سترونجلي سجستيف اوف سيليك ديزيز. يعني ايه لابوراتوري ستاديز؟
ما هم الانيميا بالظبط الحاجات الثانيه مش السيرولوجي. عندي سيمتومز العيان تعبان وعندي اللاب بيقول لي مال ابزوربشن. طيب ايه ده؟ هو عامل بقى ابزوربشن تمام، بس اقصد في السيرولوجي الستبس ليه ما عملش اي جي جي تي تي جي بدل كيكا هو احسن واحد؟ الاي جي جي لا ده مش ده اي جي جي والانتي اللي هو دي اميديتد جلايدين بيبتايد دي لما يكون في اي جي اي ديفيشنسي. تمام يقول لك ايه لو تلاقي مكتوب ايه ان بيشنتس وذ اي جي اي ديفيشنسي تيستس ذات ميجرز اي جي جي انتي بوديز تي تي جي اور انتي دي جي بي هاف اكسلنت سنسيتيفيتي اند سبيسيفيسيتي. ما قلناش بدون اي جي اي ديفيشنت. تمام شكرا. ويبلز ديزيز، انا بقى ويبلز ديزيز عايزكم ايه باختصار كده. انفكشن بيجي مش عارفين سبب بس ما بيجيش من بني ادم لبني ادم، يعني مش عارفين بيجي ازاي، وبيعمل كل حاجة في الجسم، يأثر على كل حاجة، يعني بيعمل جي اي تي مانيفستيشن، يعمل ويتلوس، يعمل حاجات الارتراج، افكت الهارت، افكت اللنج، افكت الليمف نود، افكت كل حاجة. يعني مالتي سيستم، احنا الحاجات بتاعت المالتي سيستم افكشن، يعني مثلا كده عيان عنده ليمف نودز وعنده حاجات يعني كل سيستم افكتد، تفكر في كذا حاجه زي التي بي، زي السركويدوزس، زي حاجات بعض الحاجات الايميولوجيكال. انا بعمل حاجات المهم قوي نفكر فيها ويبلز ديزيز، عشان كده بقول لك ممكن يكون فيتال. فهو انفكشن بيصيب الجي اي تي، بيجي مش عارفين بيجي منين، بيعمل مشاكل في كل السيستمز بتاعت البادي، وعلاجه التبعيه هيبقى ايه؟ انا دي انت بس هو فيتل. يعني الفكره برضو ان احنا نفكر فيه ده اختصار، وبيحصل فيها في الساعات ده باختصار كده. هتشوف بقى الموضوع دلوقتي، بس انتوا سمعتوا ان كده ويبنز ديزيز ده ولا لا؟ هو بس يعني السنه اللي فاتت لما كنا بناخد سيرو نيجاتيفز كانت في الانتروبثي أرترايتس حاجة زي كده، كانت واحدة من الديفرنشلز. الديفرنشلز بتاعت الـ IED مع الـ سبوندل أرثروبثي. تمام تمام، بس كان ككلمة مش كموضوع يعني. اه لا بس احنا خدنا عنها كلمة يعني. طيب ويبلز ديزيز is a rare multi-system illness caused by infection with the bacillus tropharma whiplii. May occur at any age, but most commonly affects white men in 4th to 6th decades. The source of infection is unknown, but no cases of human-to-human spread have been documented. Clinical picture, أهم ثلاث حاجات: arthralgia, GIT, and weight loss. Arthralgia, 80%. It can progress over many. Clinical picture can progress over many years. The most common manifestations زي ما احنا قلنا arthralgia, diarrhea, abdominal pain و weight loss. Arthralgia بتكون migratory، يعني بتلاقي مرة يقول لك دراعي، مرة يقول لك ركبتي، مرة الانكل. non-deforming ما بيعملش زي روماتويد كده arthritis يعمل لي deformity، لا تلاقي non-deforming بتيجي وتروح، ودي موجودة في 80%. عشان كده من الحاجات الكتيرة بتحصل زي weight loss. نشوف آخر حاجة، weight loss is the most common presenting symptom seen in almost all patients. تلاقي عيان بيشتكي كل مشكلته انه ايه بيحصل له weight loss، وهو ما فيش malignancy، هو اكله هو هواه، بتلاقي weight loss. بتلاقي arthralgia موجوده في 80%، وزي ما احنا اتفقنا بتكون migratory non deforming. سيرو نيجاتيف لارج جوينت، وسيرو نيجاتيف نيجاتيف لارج جوينت arthropathy او sacroiliitis كان happen. Peripheral joints may be enlarged or worn. ساعات تيجي يقول لك ودراعي صوابعي بتكون منفخة وتحس تمسك كده كده تلاقي الايد ايديها سخنة أو worn. والجي اي تي manifestations بتحصل في 75% من الكيسز، زي abdominal pain، حاجات بقى بتاعتنا
اللي هي الموجودة في اللي فات abdominal pain, diarrhea, malabsorption, sub degrees of malabsorption with distension, flatulence or stentoria, in the absence of GI symptoms, the diagnosis often is delayed for several years. احنا عندنا التلات حاجات دول عشر حاجات. weight loss تقريبا في 100%, والارثرالجيا 80%, والGI manifestations 75%. انا لو ما عنديش الGI manifestations بعين عنده فقط هتلاقي بقى كده عنده ارثرالجيا اساسا, فبتلاقي ايه هو ويت لوس طبعا, فبتلاقي في تاخير في الدياجنوزز لو ما فيش الثلاثة دول مع بعض. ممكن بقى بقى ايه بريفريديم عشان البروتين, والفيفر في 50%, انترميتنت لو جريد يعني ساعات تكون موجوده وساعات ليه 37 و8 وساعات نورمال بس على طول كده كل شويه في شويه حراره. والفادينوباثي في 50%, كارديك انفولفمنت 10%, بريكارديتس, مايكارديتس, اندوكارديتس, كورونري ارترايتس, اي حاجه يعني. بالمونري 10-20%, عرب برضو اي حاجه, كرونيك كاف, بلورازي, بالمونري فلترت, نيورولوجيكال فايندينجز, اباثي, فيتس, ديمنشا, مايكرونس, منجايتس, اي حاجه يعني. هايبر بيجمنتيشن اون سان اكسبوزد ارياز 40% من الناس. اذا هو يأفكت هنا كل حاجه, حاجات اساسيين 70-75-80-100%, وحاجات تانية بقى 40-50% و10%, حاجات زي كده. النتيجة اللي بيأثر على حاجات كتير قوي. انا شكيت في ان ده الراجل ده جايلي واحد وايت من عنده 50 سنة قاعد يخس في الوزن وعنده ارثرالجيا و و و, شكيت ان ويبلز, هعمل ايه؟ ويبلز ديزيز شود بي كونسيدرد ان بيشنتس هو بريزنت وذ ساينز اوف مال ابزوربشن, فيفر اوف انون اوريجين, ليمفادينوباثي, سيرو نيجاتيف ارثرايتس, كالتشر نيجاتيف اندوكاردايتس اوف مالت سيستم ديزيز. انا عندي كاتشر نيجاتيف اندوكاردايتس عشان انا عملت له الورك اب بتاع الفيفر اوف انون اوريجين, ما خدتوش موضوع اسمه فيفر اوف انون اوريجين في اي لحظه من لحظات كوفيد دلوقتي, صح؟ تمام. المهم الفكرة يعني انتوا يعني ايه فاهمين يعني ماشيين معايا في الكلام. The diagnosis of febrile disease established 90% of cases by endoscopic biopsy of duodenum with histological evaluation which demonstrates infiltration of the lamina propria with periodic acid sheaf positive macrophages that contain gram positive bacilli. يعني انا 90% من الدياجنوزز بتاع الكيسز انا شكيت في ويبلز, فقمت داخل بالاندوسكوبي وعملت خدت الديودرم عملت منه هيستولوجي, لقيت الايه الباس بوزيتيف ماكروفاج موجود. الباقي الكيسز ار دياجنوزد باي, انا دلوقتي لقيته نيجاتيف فممكن اعمل بي سي ار بتاع تروفيرما ويبلي اي اور اميونو هيستوكيمستري اوف اكسترا انتستينال فلويدز زي السي اس اف والساينوفيال fluid or tissue the lymph nodes synovial endocardium. يعني انا عندي مثلا heart affection فدخلت عملت يعني PCR, عملت من CSF, عملت من synovial في الجوينت اللي affected وتاخد synovial fluid وعملت لها PCR هنا, او عملت histochemistry خدت عينة من حاجة. فهي دي يبقى انا على 90% بالاندوسكوبي وبقية الحالات بالبي سي ار. تمام. طيب هبعالج ايه؟ انتي بيوتيك. بس عندي عايزين انتي بيوتيك which cross blood brain barrier عشان هو زي ما اتفقنا, احنا اتفقنا هو في السي اس اف موجود, يعني هو موجود في الحاجات البادي فلويدز فممكن يعدي البرين, وبالتالي محتاج انتي بيوتيك بيعدي البرين. يبقى ايه antibiotic therapy with antibiotics cross that cross blood brain barrier are preferred resulting in a dramatic clinical improvement within several weeks even in some patients with neurological involvement. The optimal regimen is unknown but usually IV ceftriaxone for 2 weeks followed by oral cotrimoxazole for at least 1 year. انا عندي infection زي ده اكتشفته وعمل لي بلاوي lymph nodes و heart affection و lung affection غير الاساس بقى GIT و weight loss و ارثرالجيا, ده مش معناه هاخد كورس يعني انتيباتيك اسبوع, ده ممكن يوصل لغايه سنه او على الاقل سنه, بديله اسبوعين اي في سيفتراكزول وبكمل كوتراموكسازول لمده على اتليست 1 year. يبقى ده مرض قد يكون فيتال, اكيد هبقى علاجه لمده طويله.
complete clinical response usually is evident within 1 to 3 months. يعني أنا هبتدي أتحسن بدري لكن completely هاخد شهر لثلاث شهور. However, relapse may occur in up to 1/3 of patients after discontinuation of treatment. لما وقف العلاج الانتيبيوتكس تلت الحالات هيجي لها reoccurrence of symptoms. Therefore, prolonged treatment for at least 1 year is required. After treatment, repeat duodenal biopsies for histological analysis and cerebrospinal fluid PCR should be obtained every 6 months for at least 1 year. بعد ما وقفت العلاج عشان اتاكد ان مفيش الميكروب بعمل بيوبسي تاني واتاكد ان مفيش الميكروب وبعمل بي سي ار للسي اس اف لان هي اخطر حاجه طبعا بالنسبه لنا هي السي اس اف. البروجنوزز اف ليفت انتريتد ذا ديزيز از فيتال بيكوز سام نيوروجيكال سايز مي بي بيرمننت. ذا جول اوف تريتمنت تو بريفنت ذيس بروجريشن. بيشنتس ماست بي فولود كلوزلي افتر تريتمنت فور سايز اوف سيمتوم ري اوكيرنس. يبقى انا دلوقتي بتابع العيان بتنيه مش بخلص كده واسيبه كل شويه ايه لازم اتابعه عشان هو ممكن يكون فيه تاني. شوفوا اسئلتكم ايه. دكتور هو كل البيشنتس اللي بيجي لهم مابل ديزيز بيبقى عندهم الافكشن في سيستمز كتير كده ولا ممكن سيستم واحد؟ احنا قلنا اسمه ايه ده قلنا نسب يعني قلنا 100% ويت لوس وقلنا 80% ارثرالجيا وقلنا 75% جي اي تي مانيفيستيشنز. دول التلاتة الاساسيين. بعد كده بقى تلاقي في 50% فيفر و 50% لينف نود انفكشن و 40% هايبر بيجمنتيشن و 10-20% للريسبيراتوري مانيفيستيشنز و 10% كارديولوجي. هو مش لازم يكون كله بس هو مش انت عشان تخشي على تفكير انك تخش بدندوسكوبي وتاخدي عينه من الديجرام. ايه اللي يعني باللي انا شرحته ده ايه اللي ممكن يخليك تعملي حاجه زي كده؟ مش عارفه ممكن يعني عيان جالك ايه انت هتخش على الخطوه دي سيفير مال ابزوربشن مثلا وانا مش لاقيه له سبب معين بالظبط كده جبت جي او تي ابو 75% ايه تاني؟ ويتلوس 100% تلاقي عيان عنده ويتلوس فظيع وبعدين عادة هتلاقي فيه مفاصل بتوجع وبعدين بقى شكلي بقى اي حاجة من التاني بيشتكي انه ضربات قلبه سريعة بيشتكي انه ما بيمشي في الشمس بيحصل له فوتوسنسيتيفيتي مش اي حاجة بقى تانية ممكن. فانت دول هيخلوك يعني ايه تفكري انك بس فهي مسج يعني كي تمام شكرا يا دكتور. ايه تاني دكتور ممكن التريتمنت تاني معلش ما فيش التريتمنت بدي انتيبيوتكس من الاخر بدي انتيبيوتكس الاول حاجه اي في مده اسبوعين وبعد كده بكمل لمده سنه تاني ممكن يشوفه التنانة اللي بقولك في تلت الحالات بعد ما بوقف بيجيله ريلابس عشان كده على الأقل بدي التريتمنت لمدة سنة وبعد ما بخلص علاج بعمل اندوسكوبي تاني عشان اطمن ما فيش انفكشن يعني زي ما اتفقنا الموضوع ممكن يكون فيه تاني ممكن خلاص نخش على بعده. بكتيريا الأوفر جروث هي الفكرة إن البكتيريا أصلا موجودة فين؟ في السمول انتستين ولا في اللارج انتستين؟ في الاثنين موجودة بنسبة صغيرة قوي في السمول انتستين اللي هي 10^3 لكن موجودة أساسا في اللارج انتستين 10^9 مثلا. فلما يجيلي البكتيريا ترجع من الكولون تروح للسمول انتستين بيبقى فيه بكتيريا كتير. البكتيريا الكتير دي هتعمل لي دي اسمها بكتيريا الاوفر جروث هتعمل لي المشاكل. البكتيريا دي هتعمل لي ايه؟ هتروح على البايل اسيدز
وتكسرها. تمام؟ هنشوف الميكانيزم اللي بيعمل بيلك بكتيريا اوفر جروث، هتعمل لي مشاكل بتاع الانتستين. بس احد الحاجات البايل سورس بتيجي على سمول انتستين تعمل ابزوربشن للفات سوليبل فيتامينز. انا هتيجي البكتيريا اوفر جروث دي تقوم مكسره البايل سولت او بايل اسيد. هي المفروض البايل اسيد بيحصل لها تكسير فين وبترجع تاني ليفر. احنا عندنا انتستين جوجنم وإليم. في الإليم؟ في الإليم وبالذات في آخر الإليم، لكن أعتبرها الإليم كلها، لكن هي أساسا في الترمينال الإليم. وبالتالي أنا دلوقتي لو البكتيريا اشتغلت على البايل سولتس أو البايل أسيدز بدري فكسرتها، مش هيحصل لي أبزوربشن للإيه؟ للفات سوليبل فيتامينز. غير ان هي نفسها مكانها اساسا في اللارج انتستين. لما بتيجي كميه كبيره في السمول انتستين بتعمل يعني بتاثر على الـ على الـ على الابيثيليوم نفسه، بتعمل مال ابزوربشن. يبقى هي الفكره، انا لما بيكون عندي البكتيريا رجعت من الكولون للسمول انتستين هتحصل لي المشاكل. طيب ايه اللي ممكن يرجع البكتيريا من الكولون للسمول انتستين؟ تعال نفكر سوا كده يعني من غير ما العقل، يعني اللي ممكن يرجع من هنا لهنا. موتيليتي ديس اوردر مثلا دكتور هايل، ماشي. يبقى انا الموتيليتي مش عارف يعني البريستاليسيس مش ماشيه كويس من السمول انتستين اللارج انتستين، فايه مفيش مشيان كويس فبترجع للبكتيريا تاني. زي ايه مثلا؟ زي السيستميك سكلوز غيره، زي الدايبيتس غيره. الانتسيبشن ممكن يعمل كده؟ نقول امبستراكشن، نقول امبستراكشن بعد الكولون، فحصل ان البكتيريا بترجع غيره. ممكن انتي بايوتيك يا دكتور مثلا؟ انتي بايوتيك ابيوز مثلا؟ لا، انتي بايوتيك ابيوز بقى ده هيقتل البكتيريا، ده العكس. مش عامله. طيب ممكن مثلا حد عمل سيرجي ف شال بارت من التستن وعمل له سمول باول دي عمل ايه؟ سيرجي وشال بارت من الانتستن. طيب انا دلوقتي عمل شلت حته من الانتستن، فانا الانتست نفسها بقت قصيره والبكتيريا بتاعت ترجع لان مفيش الموشن بيتش نفسها. البكتيريا الاوفر جروث يبقى ايه؟ ذا مايكرو فلورا. اصلا البكتيريا دي مفيده ولا لا؟ وهي موجوده في الكولون. ايوه ليها فايده وهي في مكانها. بالظبط كده. يبقى ذا مايكرو فلورا از انفولفد ان ذا ديفلوبمنت اند مينتنس اوف ذا اميون سيستم اند بروتكتس ذا جات ميوكوزا فروم كولونايزيشن باي باثوجينيك بكتيريا. It also initiate vitamin K production. يبقى انا عندي كلها فوائد البكتيريا لما تكون في مكانها، ليها علاقه بالاميونيتي وما بتسيبش البكتيريا الوحشه تشتغل وبت initiate vitamin K production. The small intestine normally contains a smaller number of bacteria، اقل من 10 power 4. In bacteria overgrowth there may be من 10 power 8 to 10 power 10 organisms، most of which are normally found only in the colon. طيب ايه بقى لما تكون بكتيريا اوفر جروث ده موجوده في سمول انتستين هيحصل ايه؟ اللي هتعمل مال ابزوربشن ليه؟ اول حاجه بكتيريا دي كونجوجيشن اوف بايل سولتس may lead to decreased fat absorption with steatorrhea and mal absorption of fat soluble vitamins. لان احنا عندنا يبقى الفات والفيتامينز، الفات والفات soluble vitamins. الفات هتعمل استاتورية وفات وردو سوبر فيتامينز الاي والاي والدي والاي والكي. مايكروبيال ابتيك اوف سبيسيفيك نيوترينس ريديوسز ابزوربشن اوف فيتامين بي 12 وكربوهيدراتس. البكتيريا نفسها مايكروبيال، البكتيريا نفسها اوف سبيسيفيك نيوترينس بتقلل الابزوربشن بتاع الفيتامين بي 12 وكربوهيدراتس. بكتيريال بروليفيريشن اولسو كوزز دايركت دامج تو انتستينال ابيثيليال سيلز، هي نفسها بتعمل
damage the intestinal epithelial cells and the brush border, further impairing absorption of proteins, carbohydrates, and minerals. Passage of the bile absorbed factors in the colon lead to osmotic and secretory diarrhea and increased flatulence. أنا دلوقتي ما حصليش absorption للفات والبروتين والكربوهيدرات والمينرالز فراحت للكولون. المفروض لما تروح للكولون تكون هي خلاص absorbed. فلما راحت للكولون عملت osmosis وعملت secretory diarrhea. وبالتبعية بتزود الايه؟ الفلاتولنس. causes gastroachlorhydria. يعني أنا خليت الأسيديتي بتاعت الجست بتاع الاستومك قليلة قوي. ما حصلش إن هي البكتيريا اللي بعد الاستومك ما حصلهاش decrease في النمبر. ما حصل هنا هو إيه؟ بكتيريا الأوفرجروث. يبقى الجستريك أكله يا زي الناس اللي بتاخد البروتون بامب إنهيبيتورز اللي هي اللوسيك أو الكنترولوك أو البيبزول أو أي حاجة من الحاجات اللي هي البروتون بامب إنهيبيتورز بتاخدها كتير جدا 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 ماشي عليها على طول فبيحصل إيه؟ أكروهيدريا. وبالتالي ممكن يحصل عندهم بكتيريا اوفرجروث. Anatomic abnormalities of the small intestine with stagnation زي resection of ileocecal valve, small intestinal diverticular obstruction زي ما احنا قلنا. اي obstruction خلى الانتستين ما تعرفش تمشي فبالتالي البكتيريا بترجع تاني. Small intestinal motility disorders زي scleroderma و diabetic enteropathy قلناها. Gastrocolic or colo-enteric fistula زي السيرجيكال ريسكشن شلت حته من الانتستين فالكولون بيرجع البكتيريا بترجع عن طريق الفيستولا زي جاستروكوليك رجعت للاستومك والاستومك نديتها للسمول انتستين حته موجوده فهنا اهو الفيستولا برضو تبقى ايه بوز. طيب كلينيكال فايندينجز ميني بيشنتس وذ بكتيريا اوفرجروس ار اسيمبتوماتيك. Symptoms are non-specific. We include وحط الحاجة اللي احنا قلنا عليها. Flatulence, weight loss, abdominal pain, diarrhea, steatorrhea sometimes. Severe cases may result in clinically significant vitamin and mineral deficiencies, including fat-soluble vitamins, زي الـ AD, B12 iron. The vitamin B12 deficiency, it is really severe enough to produce immunological deficit. There may be symptoms caused by underlying small بقول باثولوجي. اكيد انا قلت كوزز فيها فيستولا وفيها انتستاينال موتيليتي زي سكليروديرما وفيها ريسكشن عملنا عمليات فبتلاقي السيمتومز اكيد بتاعت الكوز نفسه موجوده. يبقى انا عندي مال ابزوربشن وعندي السيمتومز بتاعت الحاجه الاساسيه. طيب ايه بقى ايه الانفستيجيشن؟ البريث تيست اساسا. لكن هنعمل بقى ايه الحاجات الثانيه اللي هي الحاجات اللاب الروتين لاب بتاعنا. عملنا الفيكا الفات اسسمنت انا بشوف الفات موجود في الفيسز قد ايه بلاقيه كتير لانه ما حصلوش ابزوربشن. فيتامين اي دي بي 12 سيرم اير لو حطينا اي حاجه من الحاجات اللي احنا اتفقنا عليها قبل كده عادي. سبيسيفيك دايجنوز كان بي استابليش فيرملي اونلي باي ان اسبيريت اند كلتشر اوف بروكسيمال جوجينال سيكريشن. انا دخلت عملت اسبيريشن لايه ودخلت لغايه الجوجينال وعملت جوجنال سيكريشن اسبيريشن وكالتشر. هنا طلعت لي اكتر من 10 باور 5 اورجانيزمز بير ميلي. However this is an invasive and laborious test that requires careful collection and culturing techniques and therefore is not available in many clinical settings. يعني هل معقوله ان انا في مرض زي ده بكتيريا اوفر جروث يعني انا في الويبلز ديزيز ده حاجه فيتا فممكن اخش بندوسكوبي و لكن حاجه زي كده اللي هي بكتيريا اوفر جروث يعني اخد له انتي بايوتيك وهتحسن هيحتاج ان انا ادخله بمنظار واعمل له اسبيريشن كاتش اوف بروكسيمال جوجنال سيكريشن يعني صعبه ومكلفه ومجهده فعاده ما حدش بيعملها يعني. لكن هو ده الدايجنوزيس الاساسي مش هشخص تقريبا من غيرها بنسبه كويسه. لكن البريث هيدروجين تيست ويز جلوكوز as a substrate is easier to perform and reported to have a sensitivity of 60-90% with specificity of 85% compared to the jejunal cultures. طبعا jejunal culture احنا اتفقنا هي احسن حاجه لكن انا لو عملت هيدروجين بريس تيست يبقى هي ده ايه احد الحاجات بس مش سبيسيفيك قوي 85% كويسه يعني
لكن مش سنسيتيف قوي برضه 60-90%. فاكرين ايه البريث تيست دي؟ هايدروجين بريث تيست؟ كان بتاع ال H. pylori I think. تمام، كان عبارة عن ايه بقى؟ لا مش فاكرة. احنا عينه هي الفكرة بتاعته ان انا باخد شوية جلوكوز، المفروض البكتيريا اللي في الكول هتعمل له فرمنتيشن هتطلع هيدروجين. فلما اجي ناخد انفخ حاجة بتعمل لي ديتكشن للهيدروجين يطلع لي الهيدروجين بعد وقت معين. لكن لما البكتيريا دي تبقى رجعت لقدام شوية للسمول انتستين يبقى ساعتها انا مع هيطلع لي الهيدروجين بدري شوية، لان هو الحته بتاعت انتستين مش بتاعت سمول انتستين مش بتاعت اللارج انتستين. يبقى نقراها كده، دي سيمبل نان راديو اكتيف تيست انفولف سيريال ميجرمنت اوف بريث تيستس فور بريث سامبلز اوف هيدروجين افتر اورال انجيشن اوف 50 جرام جلوكوز. If bacteria are present within the small bowel, they rapidly metabolize the glucose, causing an early rise in exhaled hydrogen in advance of that normally resulting from metabolic metabolism by colonic flora. واضحة؟ دكتور طب ده أقدر أفرق ما بين التست بتاع الـ H. pylori إزاي؟ ما هو مش سبيسيفيك بقى، ما اتفقنا. الـ H. pylori عادة بتبقى اسمها اسم يوريا بريث تيست، ما بشوفش الهيدروجين. اه ممكن بس هي نفس الـ بريث تيست. وده مش سبيسيفيك زي ما احنا سبيسيفيك 85% مش 100%. بس طبعا انا هو ده اللي انا هعمله من الاخر، انا مش هعمل اندوسكوبي، يعني هنا مش هعمل اندوسكوبي للبكتيريا الاوفر جروث. بس هو ده البكتيريا اوفر جروث، هو الاندوسكوبي هو يعني الشور تيست، لكن انا هعمله هيدروجين بريس تيست. طيب سمول باول ستادي CT or MR enterography barium radiography may be obtained to look for mechanical factors predisposing to intestinal stasis. هنا بقى انا بدور على عندي ايه السبب تاني، يعني عندي ايه السبب بتاع حاجة زي البكتيريا overgrowth. ما احنا اتفقنا ان في ممكن فيستولا، ممكن يكون في obstruction، ممكن يكون في اي حاجة. ممكن اعمل بقى CT او MR وبارium radiography حاجة زي كده. Owing to the lack of an optimal test for bacterial overgrowth, many clinicians use an empiric antibiotic trial as a diagnostic and therapeutic maneuver in patients with predisposing conditions for bacterial overgrowth in whom unexplained diarrhea or steatorrhea develops. يبقى ايه؟ انا عيان عنده الحاجات بتاعت الدياريه وعنده ستاتوريا، عنده سيمتومز يعني بتاعت السيمتومز بس مش بعمل ابزوربشن شديد، يعني ما عندوش غير كده، ما عندوش بقى زي التاني ويبلز عنده بقى ويت لوس وعنده ارثرالجيا وعنده لا انا هو عيان بس عنده شويه انا اكسمت داري، عنده اسهال كتير فتره طويله وبطن منتفخه والاستاتوريا عنده الاستول بتاعه في استاتوريا، في بنقوم ايه مدين انتي بايوتيك نشوف الكورس بتاع الانتي بايوتيك ده هيجيب نتيجه ولا لا، حتى من غير ما اعمل هيدروجين بريث تيست او من غير طبعا اكيد ما اعمل الاندوسكوبي. بالتالي the underlying lesion should be corrected if possible. زي لو structure should be resected when it's not possible rotating courses of antibiotics. انا بقى مش بدي antibiotic علاج برضو خمس ايام وخلاص، لا ده انا بدي علاج مطول شويه بس مش لدرجه سنه يعني زي ال whippers. Rotating courses of antibiotics, oral broad spectrum antibiotics effective against enteric aerobes and anaerobes usually leading to dramatic improvement such as metronidazole, tetracycline or ciprofloxacin. Some patients require up to 4 weeks of treatment and in a few continuous rotating courses of antibiotics are necessary. The response to antibiotics is unpredictable. انا لما هاجي ادي antibiotics عادة بدي rotating courses، يعني بدي مرة فلاجيل ومرة ciprofloxacin ومرة tetracycline ومرة هكذا 4 أسابيع. هنا كاتبين الريسبونس تو انتيبيوتكس از انبريدكتبل، يعني مش معنى ان انا اديت انتيبيوتكس لازم يخف بنسبه 100%، وكذلك لما اوقف انتيبيوتكس ممكن الاعراض ترجع تاني. انترا ماسكولار
vitamin B12 supplementation may be needed in chronic cases. Patients with motility disorders such as diabetes, scleroderma, can sometimes benefit from anti-diarrheal drugs. والحاجات دي بقى دي ايه؟ احنا اتفقنا حسب الكوز يعني. يعني عندي لو كانت الكوز motility disorder هدي anti-diarrheal drugs. حاجات بقى ايه؟ كلها كلام يعني تماسكو فيتامين بي 12 supplementation may be needed in chronic cases. بس هو عشان يعمل لي مال absorption انا ما كتبتش حاجات بتاعت المال absorption قوي، لان عشان يعمل لي مال absorption انا سايب العيان بالبكتيريا اوفر جروث فترة طويلة قوي، فعمل كل المشاكل دي لدرجة نوصل مال absorption فبتبقى صعبة، لكن ممكن تحصل بس نادرة يعني. هي اسئلة لو في دكتور انا عندي كذا سؤال بعد اذن حضرتك. اول واحد كان اللي هو البارت بتاع في الجاستريك الاكلورهيدر ازاي بيعمل بكتيريا اوفر جروث ثاني عشان ما سمعتوش. والسؤال هما السؤالين اللي بعدهم، هل الويبلز والبكتيريا اوفر جروث الاثنين ممكن يمانيفست بكرونيك دايريا؟ طيب السؤال الاولاني طبعا هو الاسيديتي بتاعه الاستومك بتقتل البكتيريا اللي في السمول انتستين. فانا لما هقلل الاسيديتي البكتيريا هيحصل لها اوفر جروث في السمول انتستين. وانا بقلل الاسيديتي ازاي؟ بان انا باخد بروتون بامب انهيبيتور كتير. ينفع يبقى اصلا عندهم كونجنيتال اكلور هايدريت؟ ما اعتقدش، لا بس وصل لغايه السن ده وابتدى يعني يعني احنا بنتكلم في الاربعينات والخمسينات. طيب السؤال الثاني الكرونيك، انا قلت يعني كل شويه كنت بقارن بكتيريا اوفر جروث بالويبلز عشان الاثنين معمولين بانفكشن. البكتيريا اوفر جروث حاجه كده خفيفه كده، حاجه كده ايه يعني مش حاجه جديده قوي اللي هي زي الويبلز. الويبلز بحيوان ممكن تكون فيتال، البكتيريا اوفر جروث عمرها ما هتكون فيتال. الويبلز موجوده فيها حاجات سيستمز كتير جدا. هنا لا انا مفيش، احنا بنتكلم على جي اي تي مانيفيستيشنز. فجي اي تي مانيفيستيشن ممكن تعمل هنا، هتعمل اي جي اي تي مانيفيستيشن هنا اوكي الاثنين يعملوا. لا انا قصدي كرونيك الدايريا تايب بتاعها هيبقى كرونيك مش اكيوت. هتبقى كرونيك لو ما عالجتش الويبلز هتبقى كرونيك. غيره دكتور، هو لو الكوز بتاع البكتيريا الاوفر جروث ده بحاجه اوتو اميون زي السكلوديرما او حاجه زي كده، ده كده هدي له انتيبيوتيك لايف لونج يعني ولا اعمل ايه بالظبط؟ هتعالجه زيه زي يعني انت عامل سكلوديرما ومعاها بكتيريا اوفر جروث هتعالجه كبكتيريا اوفر جروث وانت بتعالج يعني كده. همانج السكلوديرما ومعاها الاوفر جروث اه كده تمام خلاص. واضح يعني انت عندك سكلوديرما مثلا، ما انت عندك مثلا دينا الكرايسيس بتديها علاج ولا ما بتديهاش علاج؟ بديها اه اكيد. يعني كل حاجه تبقى مع السكلوديرما بتديها علاج. تمام ده. اوكي نخش على بعده. طيب الشورت باول سندروم، هنا بقى الفكره بتاعت الشورت باول سندروم ان انا بشيل حته من السمول انتستين فبقى شورت. الحته دي ممكن تكون من الجوجينم، ممكن تكون حته كبيره من الاليم، ممكن تكون حته صغيره من الاليم. تمام. طيب شورت باول سندروم ده موضوع اكتر جراحي بس هو ليه علاقه بينا احنا بقى، فاحنا بنقوله بالمره. يبقى الشورت باول سندروم is the malabsorptive condition that arises secondly to removal of significant segments of the small intestine. The most common causes in adults are Crohn's disease. ايه الحاجه اللي ممكن تخليني اشيل حته؟ Crohn's disease, mesenteric infarction, radiation enteritis. دي عملت بس ما شلتهاش، دي مش شيل دي radiation. Volvulus, tumor resection او trauma. حصل تروما، حصل السمول انتستين حصل لها يعني مثلا بريفوريشن او قمت انا شايل الحته دي. في تيومر فشلته، في انفكشن فشلت الحته الميته، فانا دي
causes بتاعته short bowel. The type and the degree of malabsorption depends on the length and site of resection and the degree of adaptation of the remaining bowel. يبقى أنا إيه السيمتوم هتبقى هتختلف على حسب الإيه الديجري بتاع التايب الديجري ومال الحته الشالت يعني. فعندنا يا اما جوجنال ريسكشن وذ انتكت ايليم اند كولر يا اما جوجنال ليه يا اما جوجنال اند ايليا ريسكشن وذ ان انتكت كولر يا اما جوجنال وايليا ريسكشن وكولكتو. يبقى هي شلت حته من جوجنال يا شلت جوجنا يا شلت حتى من إليا هنا بقى مش كتبها بس ممكن تبقى الإليا ريسكشن دي ممكن تبقى يا اما اقل من 100 سنتي يا اما اكتر من 100 سنتي يا اما شيل الجوجنا والإليا والكول. باثوفيسيولوجي اند كلينيكال بيكتشر بيشنت وذ جوجنال ريسكشن بات هو هاف ان انتكت إليا اند كولم ار ريرلي انكاونترد اند سيلدم ريكوير نيوتريشن سبورت. لما يكون العيان شال الجوجنا بس لكن الإليا والكولون موجودين عادة هتلاقي العيان مفيش منه مفيش عنده مشكلة كبيرة. The patients with terminal ileal resection results in malabsorption of bile salts and vitamin B12 which are normally absorbed in this region. The terminal ileal resection bile salts and vitamin B12 بيحصل لهم absorption في الحتة دي. فلو اتشالت يبقى هيحصل لي مال ابزوربشن للسول البايل سولتس والفيتامين بي 12. In patients with less than 100 centimeters of ileal resection, bile salt malabsorption stimulates fluid secretion from the colon resulting in watery diarrhea. دلوقتي الاليم هو المكان بتاع البايل سولت ابزوربشن. لو انا شلت حته قليله البكتيريا مش هتلحق تشتغل على انها تكسر البايل سولتس فالبايل سولتس هتزيد هتعمل لي ووتري دايري. اول حته بتاعتي من اكتر من 100 سنتي ونشوف انتوا فهمتوا الحته دي ولا لا. لو اكتر من 100 سنتي ريسكشن شلت حته كبيره البايل سولتس مبقتش موجوده اصلا هيحصل مال ابزوربشن اوف فات سولبل فايتامينز والليبيدز طبعا او الفات. يبقى تاني لما انا اجي شلت الحته الاخيره بتاعت الاليم بتاعت الفيتامين بي 12 والبايل سولتس هيحصل مال ابزوربشن ليهم. لو انا جيت شلت حته من الاليم اقل من 100 سم 100 سم دي كميه كبيره 100 سنتيمتر يعني لكن مش اكتر من متر يعني بنتكلم على اقل من متر. هنا البايل سولتس البكتيريا اللي موجوده في المنطقه دي اللي بتحسب بتعمل لها دي كونجيجيشن مش هتلحق تشتغل تشال حته البايل سولتس مش تلحق تعمل لها دي كونجيجيشن البايل سولتس زادت راحت للكولون مش مهضومه وبالتالي هتعمل لي ووتر دايري. لكن لو انا شلت حته كبيره قوي البايل سولتس نفسها ما بقتش موجوده ما اشتغلتش ما لحقتش تشتغل اصلا هتلاقي في مال ابزوربشن اوف فات سوربل فيتامينز. ريسكشن اوف اوفر 100 سنتيمترز اوف ايليم ليدز تو ريدكشن ان ذا بايل سولت بول ذات ريزلتس ان ستياتوريا اند مال ابزوربشن اوف فات سوربل فيتامينز ان ابزوربد فاتي اسيدز بايند وذ كالسيوم. هنا بقى في حته ثانيه الفاتي اسيدز اللي ما حصلهاش ابزوربشن بسبب ان البايل سولتس مش موجوده بتبايند للكالسيوم فبتقلل absorption بتاع الكالسيوم and enhancing absorption of oxalate بيحصل oxalate كتير يروح للكيدني فبتعمل oxalate kidney stones may develop. Patients with extensive small bowel resection على بقى الشكل 40-50% resection of up to 40-50% of the total length of small intestine usually is well tolerated. Enteral feeding enteral هي total penetration او مش توتال بقى انترال يعني انا بدي شويه فيدنج في الاي في is usually still possible if this amount of small intestine remains but the colon must be preserved. يبقى انا لو شلت 40-50% من التوتال بتاع السمول انتستين بدي انترال فيدنج
بدأ كولومس بي بريزيرفد، يعني لازم لازم يكون عندي الكولوم موجود. Because the presence of small, some or all of the colon can markedly improve these losses by increased water reabsorption, although fluid and electrolyte losses may still be significant. أنا شلت 40-50% من السمول انتستين، لسه ما زال في إمكانية إن الكولون يحافظ لي على الفلويد والإلكترولايتس بإنه يعمل reabsorption. لكن لو أكتر من كده يبقى لازم يبقى فيه total pattern nutrition. A more massive resection is characterized by weight loss and diarrhea due to nutrient, water, and/or electrolyte malabsorption. نقف هنا ثواني ونشوف انتوا فهمتوا الحاجات دي ولا لا. فاهمين؟ خلاص كله مفهوم؟ لسه دكتور ممكن تاني تعيد اللي هي اقل من 100 سنتيمتر ريسكشن. انا دلوقتي الاليوم المفروض بيجي فيه البايل اسيد يشتغل ويعمل ابزوربشن للفات سوليبل فيتامينز وللفات، وفي شويه بكتيريا بتعمل له دي كونجوجيشن عشان في الاليوم في اخره يبقى كده ايه خلص ويرجع تاني للليفر، حصل له ديكونجيكيشن ويرجع للليفر. لو انا شلت حتة كبيرة قوي من المكان اللي بيشتغل فيه هيحصل ايه؟ انه مش هيعمل شغله، مش اشتغلش. هو ما هو 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 اي نعم لسه. لو انا شلت حتة صغيرة الحتة اللي بيشتغل فيها هو مش بيعمل له ديكونجيكيشن، ما عندوش دي كونجوجيشن راح الكولون ما حصلوش فيها ابزوربشن، ما رجعش للليفر راح الكولون، لما يروح الكولون اعمل لي ميتو ميداليه. تمام ولا ايه؟ تمام يا دكتور. هو تمام شكرا. في حد تاني عنده سؤال؟ طيب مانجمنت بقى، انا دلوقتي عندي مشكله ان انا عملت ريسكشن، هتكون طبعا مانجمنت بناء على المكان اللي حصل له ريسكشن، اقل 100 سم يعمل ايه واكتر 100 سم يعمل ايه هنشوفه. اكيد بعد العمليه على طول انا شلت حته كبيره سواء الجوجرم سواء حته صغيره من الاليوم سواء حته كبيره من الاليوم سواء كلهم معاهم. الانترميديت بوست اوبريتيف بيريد توتال برينتري نيوتريشن شود بي ستارتد. اكيد انا شلت حته من كله مش هاكله، من سمول انتستين قصدي مش هاكله. يبقى هنبتدي على طول توتال بريتر نيوتريشن اند بروتون بامب انهبيتور ثيرابي جيفن تو ريديوس جاستريك سكريشنز. انترال فيدنج شود بي كوشسلي انتروديوسد افتر 1 تو 2 ويكس افتر اندر كير فور سوبرفيجن اند سلولي انكريزد از توليريتد. يبقى انا هبتدي الاكل بعد اسبوع لاسبوعين من التوتال بريتر نيوتريشن من العمليه. لونج تيرم مانجمنت هيبقى ايه؟ اكيد بقى هشوف هو Detailed nutrition assessment, monitoring the fluid electrolyte imbalance, how other vitamin B12 or vitamin D or magnesium or zinc or folic acid, how about the calcium supplementation, bile salt binding resins. في العيانين الأقل من 100 سنتي احنا اتفقنا ان هو البكتيريا مش هتلحق تعملهم deconjugation. هتؤدي ان bile salts تقوم رايحة للكولون. لما تروح للكولون هتعمل ووتر دايرية. يبقى انا في عشان اتحقق تقريبا من ايه؟ بايل سولت بايندينج ريزنز. يعني بعمل حاجه ريزنز تو بايند البايل سولتس. Patients with less than 100 centimeters of ileal resection while low fat and vitamin supplementation if resection of over than 100 centimeters. اتفقنا لو resection اكتر من 100 سنتي فمش هيحصل absorption للفات والفات سوليبل فيتامينز. فانا هدي لو فات وهدي فيتامين سبلمنتيشن لو ريسكشن اكتر من 100 سنتي. انتي دايريال ايجنتس عنده لو عنده دايريا هاتي انتي دايريال ايجنتس. الاكتريوتايد ريديوسز جي اي تي سيكريشنز اند از يوزفل فور بيشنتس هو ار انيبل تو مينتين بوست فلويد بالانس. لو انا مش عارف يعني فلويدز بيحصل لها يعني لوس كتير فبدي اكتريوتايد. الاكتريوتايد بيقلل الجي اي سيكريشنز
وبالتالي بيحافظ لي على الفلويد بالانس. سمول انتستين ترانسبلانتيشن كان صعب بيحصل يعني, has reported 5 year graft survival rate of 40%. Currently it is performed chiefly in patients in whom serious problems developed due to parenteral nutrition. انا دلوقتي عيان شدت حته كبيره قوي من سمول انتستين وديه توتال parenteral nutrition وابتدى يحصل لي مشاكل منها, بشوف بقى بحاول بالسمول انتستينال ترانسبلانتيشن. وفي حاجه اسمها تيدو جلوتايد از جلوكوجون لايك بيبتايد 2 انالوج ذات ستيمليتس سمول باول جروث اند ابزوربشن اند از دي اف دي اي ابروفد فور ذا تريتمنت اوف شورت باول سيندروم. يعني دواء لاستلي ابروفد انه ممكن يعمل سمول باول جروث وابزوربشن, ده ممكن يستخدم مؤخرا. في عندكم أسئلة في الشورت باول؟ انتوا نمتوا ولا صحيحين معايا ولا الدنيا صعبة ولا سهلة؟ حضرتك بس مستنيين لو كنت عندي سؤال يعني. لا تزدي فيش انتوا أخدتوها في الأطفال كلام فاضي يعني, هقولها في دقيقتين يعني. Lactase is an enzyme that hydrolyzes lactose into glucose and galactose. The concentration of lactase enzyme levels is high at birth but declines steadily in most people during childhood, adolescence and into adulthood. Lactase deficiency may also arise secondary to other GI disorders that affect the proximal small intestinal mucosa. These include Crohn's disease, celiac disease, viral gastroenteritis, giardiasis, and short bowel syndrome. انا عندي لاكتوز بيتكسر باللاكتيز و الجلوكوز والكالكتوز. اللاكتيز ده اللي بيكسر اللاكتوز بيكون عالي قوي مع الولاده وبيبتدي يقل. لو انا عندي بقى لاكتوز انتولرانس يبقى اللاكتوز هيعمل لي مشكله وهيعمل لي لدرجه مال ابزوربشن, نادرا يعني مال ابزوربشن يعني, بس هو يعمل لي مشكله اللي هي بتاعه الفلاترنس والحاجات بتاعه الجي اي تي دي. ساعات يبقى دي لو هتيجي في الايه وهو صغير, عاده مش صغير قوي بس ممكن يعني ايه تيجي ادوليسنس مثلا حاجه, ساعات بتوصل لغايه السن الكبير, بس بيكون كتير من الحالات بيكون معها اسوشيشن زي ما احنا قلنا في الاول خالص, ممكن السيلياك يكون اسوشيتد مع اللاكتيز ديفيشنسي, وممكن مع الشورت باول سندروم يحصل لاكتيز ديفيشنسي, ممكن مع الجاردييزس او كرونز ديز. طيب لما يكون في مال ابزوربد لاكتوز از فيرمنتد باي انتستينال بكتيريا برودوسينج جاز اند اورجانيك اسيدز, يبقى المال لما اللاكتوز ده اللي هو ما اتكسرش باللاكتيز عشان في لاكتيز ديفيشنسي, انا بيوصل للانتستينال بكتيريا هتعمل له فيرمنتيشن فتطلع جاز اورجانيك اسيد فتعمل ايه البلوتينج بقى والحاجات بتاعه الجي اي تي. The non-metabolized lactose and organic acids result in an increased stool osmotic load with an obligatory fluid loss. Lactose وصل لعمل يعني انتفاخ جاز, وهو نفس القصة هياخد هيعمل كأنه يعني هيحصل increased stool osmotic load فهيحصل diarrhea وتري diarrhea with obligatory fluid loss. وبالتالي الكلينيكال بيكتشرز بيكتشر بيشنتس هاف جريت فاريابيليتي ان كلينيكال سيمتومز ديبيندينج بوث اون ذا سيفيريتي اوف لاكتيز ديفيشنسي اند اماونت اوف لاكتوز انجستد, يعني على حسب طبعا الكميه بتاعه اللاكتيز هيبقى السيمتومز وعلى حسب الواحد اكل قد ايه لاكتوز. ان موست بيبل لاكتيز ديفيشنسي از كومبليتلي اسيمتوماتيك, عادي في الناس الكبار صعب قوي ان يبقى فيها سيمتومز شديده, لكن وذ مايل تو مودريت اماونتس اوف لاكتوز مال ابزوربشن بيشنتس مي اكسبيرينس bloating, abdominal cramps, and flatulence with higher lactose ingestions and osmotic diarrhea will result. Isolated lactase deficiency does not result in other signs of malabsorption or weight loss. If these findings are present, other GI disorders should be pursued. احنا اتفقنا lactase deficiency عشان يحصل يعمل مشاكل, اتفقنا يعمل شوية انتفاخات ولو شديد هيعمل diarrhea. لكن بقى لو لقيت weight loss ولقيت بقى malabsorption ابتدي افكر ان هو اسوشيشن مع حاجه تانية لو كان هو موجود اصلا, او افكر في حاجه تانية اصلا فقط, مش افكر في لاكتوز ديفيشنسي يعني لاكتوز ديفيشنسي.
الانفستيجيشن the most widely most widely available test for the diagnosis of lactase deficiency is the hydrogen breath test. The in clinical practice, many clinicians prescribe an empirical trial of lactose-free diet for 2 weeks. The resolution of symptoms is suggestive of lactase deficiency. Treatment, the goal of treating patients with isolated lactase deficiency is achieving the patient comfort. يعني أنا الهدف بتاعي أن أنا العيان يرتاح لأن حتى فعلا مش هيحصل له مشاكل كتير يعني هو شوية انتفاخات وممكن يوصل للدايرية. Patients usually find their threshold of intake at which symptoms will occur. يعني هو هيقول لك أن هاخد كوباية لبن ولا هعمل إيه يعني هاخد قد إيه أنت هو يعرف الثريشولد اللي منه يبتدي يحصل له المشاكل. Most sufferers are able to tolerate small amounts of milk without symptoms. عشان كده مش همنعه خالص. يعني خد لأول ما تبتدي المشاكل تحصل لك يبقى إيه يقلل بيحصله على كوباية لبن، كوبايتين، كوباية زبادي. هو يقدر يعرف الـ threshold يحصل. Addition of commercial lactase preparations to milk has been effective in some studies but is costly. ساعات بيبقى lactase نفسه بيحطوه على اللبن بس بيبقى costly ومحدش بيعمل حاجة زي كده. بس كده. عندكم أي أسئلة بقى؟ قولوا. موضوع سهل ولا صعب يا جماعة؟ لطيف يعني يا دكتور مش صعب ومش سهل برضه في نفس الوقت. لا أنا حاسس إن أنا بس عايز حد منكم كده بس نقفلوا التسجيل بقى.